أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في كلمة باحتفالية المجمع العراقي للوحدة الإسلامية ألقاها ممثل عنه أننا اليوم في أحوج ما نكون إلى رفض النصر المجيد الذي حققه شعبنا على الإرهاب بانتصار فعلي ومؤزر أيضا في معركة بناء السلم الأهلي وتوطيد الوحدة والاستقرار ومباشرة عملية الإعمار في كل العراق سيما إعمار المناطق المحررة. لا شك أن هذا المؤتمر التأسيسي للمجمع العراقي للوحدة الإسلامية يوصل رسالة إيجابية إلى العراقيين بشكل خاص وإلى العالم أجمع خصوصا في البلاد العربية والإسلامية أن العراقيين مقبلون على مرحلة من مراحل تجاوز المحنة والفتن ورص الصفوف وتوحيد الكلمة لأجل عراق قوي موحد قادر على أن يتصدى في المنطقة والعالم كبلد سيادي انتصر على داعش انتصر على الإرهاب والآن سينتصر على التطرف وسينتصر على الخرافة وينتصر على الكراهية والحقد ويشيع روح التسامح والمحبة إن شاء الله. لا شك أن إعلان المجمع العراقي للوحدة الإسلامية وفي مثل هذه اللحظة التاريخية التي تشكل انتصارا حقيقيا وواقعيا على الدواعش التكفيريين الذي حاولوا إيجاد فرقة مذهبية ودينية بين أوساط المجتمع العراقي، في الواقع أن انعقاد بمثل هذه اللحظة التاريخية يشكل تتويج لجهود التقريب وجهود الوحدة. وكما تعلمون أن هذا المجمع هو عبارة عن مؤسسة مجتمع مدني تم كتابة نظام داخلي لها، وأيضا نحن بصدد إيجاد الهيكلية التنظيمية، وذلك من أجل الانفتاح لتحقيق الأهداف المعلنة لهذا المجمع وهي أهداف الوحدة والتقريب والانفتاح على طبقات المجتمع العراقي على الشخصيات ورجال الفكر على المؤسسات العاملة، وذلك من أجل إيجاد لحمة قوية واعدة ملتزمة فكريا، وذلك من أجل تجنيب العراق آلام وويلات التفرقة والتجزئة والتناكف والتحارب ووضع العراق على سكة باتجاه التقدم والازدهار إن شاء الله. اجتمعنا في هذا اليوم في تجمع الوحدة الإسلامي العراقي وغايته هو جمع لحمة العراقيين من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، وهذا المؤتمر حقيقة له وقع وله صدى عظيم في البلد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد هذا البلد وأن يبعد عنه الأشرار والأقدار الفتن والمحن ما ظهر منها وباطن، وأن يؤلف بين قلوب العراقيين وأن يصفحوا عما حصله وأن يطوا هذه الصفحة السوداء ويفتحوا صفحة جديدة ينظرون فيها إلى الأمام من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يكونون متعاونين لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نسأله تعالى أن يوحد بين لحمة هذا الشعب المبارك وهذا الشعب الجريح من أجل النهوض بهذا البلد ومن أجل النهوض كذلك والحاق بركب الدول المتقدمة وأن يفوز هذا البلد في الدارين في الأولى وفي الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الدكتور خميس محروس العزاوي عضو لجنة تأسيسية في هذا المجمع وكذلك أستاذ في جامعة تكريت وإمام جمعة تكريت.